معنا سامي كلارك هلا و اذا الى بالاجنبي او عربي as you wish يس كي سي كي سي رمبا ما نروح إلا ما أحسن بكتير. نمدي ميلتين يا ما ميلي ميلي واحدة بكفي هاي المهمة. Tell me what to do. هاي خلاص راح سجلها أنا. إيه وأين يا ريت بدي إياها بتبعت لي إياها ولو إذا بدك على الإيميل MP3. اوكي او هاي اي نيد لاف هلا عم برجع عم بعمل ارانجمان جديد هاي اول غنيه غنيتها بحياتي اي نيد لاف للرحباني عم برجع سجل عن جديد هاي هيدي هو الصبايا رسموها بعد يعني اتصال انا وياهم من كثير اصحاب انا وياهم البندية هون هون احسن ايه اوكي في سبيس أكثر هذا ما يدي هذا مكتوب عليه ايه شو بدها؟ نوم دي؟ هون ايه احسن طيب بين لانه غيمة كثير اللون هلين ضايفين شيء للشباب شاطر بيجي ناس غرب والزلمة عقوب عم بيجي عم نمضي له لك شو هاي صارت نمضي مرتين نحط تاريخ احسن يمكن هون هون ما في تاريخ لانه لا هيدي ما في بس هيدا امتى انت 87 شل اي هيدا انا عندي تواريخ بالبيت انا عندي ارشيف كتير مرتب منظم عم عوضي للجبيات تعطي عم تعطينا اجوب للجبيات هيدي بالحرب عملناها وقتها شو بدك امضي لك اياها كمان حتى علم لبنان احسن شيء هون ضبطن عندها عامل رجيم قلت تاكل بوتي فود ميرسي مسيو سامي فوالا هيدا موري موري هيدا 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 سنة ال 79 هيدا مين رسمان نحلة؟ وجيه نحلة أهم رسام هلا بلبنان سامع فيه؟ سامع أنا مروان نحلة بيعمل تراش ارت من نيويورك هو ما بعرف زي هذا وجه كتير كتير مهم هو رسمها فكرته كتير حلوة لأنه عنوان المهرجان الإنسان والبحر يعني السياد وهيك وهي القصة أنه ولد بيسافر بيه وما بيرجع بعد بيقعد بيصير يتأمل وينطر تا يرجع ما بيرجع وهيدي ماكسي غن هيدي ايه ماكس نينيتون ذات الشيء ايه بس بحطوا 33 تور بوت سايز ار ذا سيم يعني ايه لا كيف قدوا سيم كي ديفرنت
ها في في غنيتين يعني غنيتين غنيتين اه اوكي غنيتين غنيتين وين بدك هون هون في نعملها تاني ميلي يمكن احسن هون او هون هون احسن هيدي كان عندي كونترا بسوريا افتتحت هونيك عملنا السيناريو تبعها بسوريا دي كازينو دمشق الدولي مع عبد الله شاهين ايه هيدي مع جمال شاهين مش كلهم مش كلهم لا في فيليبس في في فيليبس ايه بس هون ما في ما عندي وين. انا انا ما عندي لا في شفته على ال... ايه واقدم واقدم ايه كمان ايه سنه ال 77 يمكن هيك شيء ايه قبل موري موري شفته على الانترنت بس انا بعد ما ما صح لي تجيبه لا لا ميرسي ايه لا لي هولي كده يعني خطي لا بأس بده نتفي التريبل ولا شيء منيح بنفهم ايه بنفهم للفين بنفهم سامع مثلا هيدي الصغيرة على كلام سيكتور هي ما نزلت اي بي صغار ما نزلتون اي بي الا وانس اي هاد يو بليز مع موري موري نزلوا يعني هول الصغار الخليجيه هي هيدي غيرت ستايل هيدي وقتها غنيت امرك حبيبي هودي كثير كثير اخذوا درجه بدول هيدي مثلا امرك حبيبي ولا تحبينا لا تحبينا كذا مطرب ارباني عملوها اها غنوا باللبنان في فاهي فاتشي فاتشي يا حبي امريكا عملها بالارمني وغنيها بالعربي كمان نايس وهون بدك اكتب از يو ويش عن جد يعني لا تكتب في الا بخمس يعني عم تمدي بالعربي بالفرنسي بالانجليش ايه لا انا الاندر بدي واحد ارمني كمان ارمني ما بعرف كارون كارون هلا عم غني قلت له لأمين عم عملنا غنية وهيدي كادو منك لأبي هاي ما عندي غيرها ما عندك غيرها هي حطيتها انا هون لأنه ما عندي غيرها كنت عم تسمع علي على المكنة هيدي شفتي يا توديس اوكي من اجى حتى على غلط كسروا لي الابن تبعه ايه هلا عم طيب كلهم في فردي فردي في منهم عندي دبل بس صغار ميرسي عن جد وحابب تفرجي انه لابس جراندايزر هو اللي عمل ساوند تراك جراندايزر ثانك يو ميرسي هيك تكرم اجل